في تسجيل فيديو تم بثه ليلة السبت إلى الأحد على موقع يوتيوب، أكد زعيم جماعة بوكو حرام أبو بكر شيكاو أنه في صحة جيدة تماما، منتقدا تصريحات الجيش النيجيري الذي أعلن إصابته بجروح خطيرة الشهر الماضي. شيكاو قال في شريط فيديو مدته حوالي 40 دقيقة ويحمل تاريخ 25 من سبتمبر أيلول: قلتم على مواقع التواصل الاجتماعي إنني جرحت أو قتلت، لكنني بصحة جيدة أيها الطغاة.